الاسم الثاني كابتن محمود الخطيب، كابتن الكبير كابتن محمود الخطيب. لا ده أسطورة. أنا حضرتك اتقابلت مع كابتن محمود الخطيب مرة واحدة وأنا مدرب عام النادي المصري في ماتش اعتزال الكابتن محمد صلاح وهو لابس فانلة الزمالك، وإحنا النادي المصري جايين نلاعب الزمالك في ميت عقبة، والكابتن الخطيب جاي بيكرم الكابتن محمد صلاح البكرايت ولابس الفانلة بتاعت الزمالك. ده شخصية طبعا محترمة وراجل مهذب بصراحة وأسطورة. يعني زمان يعني انت عارف برضو ما كانش حقه زي يعني ده أسطورة. وكان عندنا لعيب بحبه جدا زيه اسمه مسعد نور الله يرحمه. طبعا أسطورة ده حاجة، ده كان سابق عصره. ده لعيب مسعد نور الله يرحمه ويحسن إليه، ده اشتغل معايا مدير كورة وحاجة يعني رحمة الله عليه. لعيب كرة، لعيب كرة كبير قوي يعني، وهو بتتفرج عليه هو ستايل كده يعني نجم نجم نجم. وكان لعب جنب كابتن محمود الخطيب والكلام ده يعني. ما كابتن محمود الخطيب اسطوره يعني، والحمد لله هو عامل شغل برضه في النادي الاهلي نادي كويس والكلام ده.